كاين واحد البنات تلقاها ساره ما فيسبوك انستغرام حتى 7 تاع الصباح ومن بعد تنوض على 5 تاع العشيه وكتنوض تنوض شعرها مكرفص يعني ها مدعمشين تقول زومبي ها تقول زومبي. ومن بعد تدخل فيسبوك تكتب ستاتي كم انت محظوظ يا زوجي المستقبلي بوش محظوظه تبعيه الارواح الشريره اذهبي يدخل رمضان تقلع الماكياج ويبان واحد المخلوقات تلقاها تكتب الجمال جمال الروح وهي جمال جارنا اون بيغسون وزيد تكتب حجابي سر سعادتي ويا حياتها لبس الحجاب حياتها وبلاص توجور يدها بزمر الفطور توجور تقول لها والله انتي تخسرين من اليوم على البارح غسلتها والاخرى تلمو الايمان تقول لها انا رايحه نصلي التراويح وهي اقسم بالله ما تعرف الجامع وين جاي الجيلالي ويستنى فيها واش زعما راح يقرا احكام التجويد وكي تجي من التراويح تلمو تكذبه تلمو تكذب تقول لها تي اليوم صليت في الجامع الكبير وحد الامام صوته روعه تقول تامر حسني لحمي شوك والبنات قبل رمضان يكتبوا واحد لي ستاتي بيزار بونسوار ميزامي توحشتكم بزاف بيزو غير صهيب وكي يجي رمضان اللهم اهدنا جميعا اللهم صلحنا غير صهيب هذاك الخاين وانا يعجبوني واحد البنات تخلي ما على ما توجد الطابله وتجي هي دير سيلفيات بونسوار ميزامي واش راكم في الكفته اللي طيبتها وهي ما تفرقش بين البصل او الثوم فوالا طاقيها 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 بهدريها طاقيها